احمد تعال دقيقة راح انشبث هذه كل ذا على صوبه تعال احمد تعال تعال فكه تعال يلا يلا تعال ابشر اجيك تعال تعال تدخل السريع تعال فعلي فعلي خاف اركض اركض الله موقف انساني طيب تعالوا تعالوا يا شباب تعالوا احمد يبي له سنه احمد مطول تبي تجلس بالمطبخ وانت جاي عطنا مسحوب عطنا السفلة راح جاب بعد السفلة والله البطاطا هذه مو بطاطا هذه مش مجرد بطاطس مش حتقدر تغمض عينيك طيب قرقانه زيت مطبخ انتم شايفين يا جماعه الخير خلصنا من الطبخ والنفخ زيت صلصه فلاح سم سم الله عدوك ابي لي قصيده يا فلاح انت بيئه كلها حك شعريه ما شاء الله صح؟ قلت لي ذاك اليوم من اللي يقرب لك؟ فلاح القرقح والله نعم سبعة نعم ابيك يا طول العمر تسمعني قصيده تخلي حتى القدور تقربع من 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 احاسيسها تكون تلامسك شخصيا ابشر تبشر بالجنه في تلامسني في قصيده دائما ارددها يطلبونها الربع وهذه يعني خليني بقولها اللي يقول يا ضميري وش ريح نار شوقك قل لي صار فيك اعبر من اللي صار وسط الكوفه يلا بتقوى صحابي وبثبات مصلي لا لفتني نشدة في خاطري ملقوفة هو نساك أو ما نساك أو ضايق أو متغلي المصيبة الأجوبة عندي ما هي معروفة يا وجودي كل ما طالع رسائل خلي يوم عاد أوراقنا مقرية ومكشوفة كل يوم توسع الطعنة بصدري ملي من سبايب واحد ما شفت مثل وصوفه لا بغيت أوصفه وش أقول وش أخلي وجهه بداية الطموح وضحكته معزوفة والله ان اصعب حدود الشوق شوقك للي ابتعد عنك لكنك كل يوم تشوف الله يلا يعني هذه يعني نعتبرها تلامس شعور فلاح صحيح كي. ما تلامسه بس الطعنه لعبه التصاريح قوي قلنا نرتاح لك تكفى احمد ثاني مره طيب